توفيق، صلي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. واحد الله. لا إله إلا الله توفيق. شايف إيه عندك أنت بقى؟ إيه هو اللي شايف إيه؟ هو مش باين عندك ولا إيه؟ أنت مع توفيق أنت معايا؟ استنى يا أبو سيد أنا معاك استنى. دلوقتي أنا قدامي سلكتين، واحدة خضراء وواحدة حمراء. أنهي فيهم؟ اخلص بقى يا عمنا. على فكرة لو قطع السلك الغلط المديرية كلها هترن وهنتفقس كلنا، فتخرس خالص دلوقتي. ايوه يا توفي بس. بلا توفي بلا لبان. لبان ايه وتوفي ايه؟ انتوا بتهزروا؟ انهي سلك؟ ها يا توفيق، انهي سلك؟ الاحمر. غالبا بيبقى خدعة. لا مؤاخذة سيد. اتوكل على الله في الاخضر. بص يا برنس. سدوا دنكو، سدوا دنكو. طز. ايه؟ قشطه. ستيوبد. هاي. ماشي. علي بره بعوز الاسعاف. يلا. زكي. يا شيرين. يا سما كويس. لسه اول ما بقى كونكتد هقول لك. Thank you.
كونكتد. دن دلوقتي يا بص، انا وصلت الكمبيوتر المطبعه ومش فاضل غير ان انا افك الباسورد عشان نسحب التصميم. ومستني ايه يا زكي؟ ما تفكه. ايوه بس في حاجه مهمه جدا في الاول. ايه؟ انت الوحيد يا بص اللي ما كتبليش اي حاجه على الجبس، وانا سبق وطلبت منك الموضوع ده اكتر من مره، وانا مش هعمل اي حاجه غير لما تويش مي سامسونج الاول على الجبس. اوعدك بعد ما تفك الجبس حوش يوب مط وقرن غزال على رجلك. فكه الجبس. الباسورد يا حيوان. اعتبرها اتفكت يا بص. وتجيلي على طول عشان تخلصنا من ابو طويله الاهبل ده. اعتبره خلص سعادتك. سيب الباب مفتوح يا دكتور، سيبه مفتوح. انا ظبطت جهاز الانذار، خمس دقايق بالظبط وهيشتغل. يا دوب عمليه سرقه فاشله. يلا بينا. تصميم الفلوس. بعد ما تنقلي كل حاجه تركب العربيه الحمراء دي لوحدك. لازم يركبوا العربيه السوداء لوحدهم عشان تبقى اخرتهم سودا زجيج زجيج. هو حضرتك ناوي على ايه بالظبط؟ لو اخلص عليها واخلص عليهم. مالك؟ مفيش يا سيد. طب يلا عشان هنتحرك. يلا يلا. تقطعوا فيا قوي وتوحشوني. المفكوكة العربيات هنقلب فيها الورق خمس دقايق والورق كله اتنقل. لعبوها لعبوها اولاد الصرمة، لعبوها لعبوها حلوة قوي قوي. مالها في دماغ البنت وخدوها معاهم خدوها. يعني ايه سعادتك؟ الفلوس بخ راحت؟ ما بخش ما بخش يا بلبل. الفلوس الحلال ما تبخش ابدا ما تروحش. ولا ايه يا كود؟ بقول لك ايه، بص انا ماليش دعوه، لو انت هتصهين انا عايز حق. حقك هيوصلك لغاية عندك، وده وعد شرف. لغاية عندي ليه وانا عاجز؟ انا هروح اجيب حقي بنفسي. اكسكيوز مي بس. اقف مكانك يا روح امك. روح امي؟ ايه يا بص الغلط ده؟ ده انا وانت في مركب واحدة. مركب واحدة؟ مركب مين يا ابو مركب؟ انت مش هتتنقل من هنا الا لما نعرف مكانهم. الله الله، انت مخونني يا بص. هو اعمل لك ازاي؟ حط نفسك مكاني يا اخي. اعمل لك على اساس ايه؟ ما انت زيك زيهم. يا بص ده انا وانت لابسين نفس الخازوق، قصدي انا وسيادتك يعني. سيادتك ليه؟ سيادتك ليه بعد الخازوق؟ ما احنا نشيل التكليف احسن، انا اقول لك يا استاذ كود وانت تقول لي يا مقطف. اوكي فاين، انا ما عنديش مشاكل اللي تشوفه. اقعد اقعد.
بتعمل ايه؟ متعود اغسل ايدي قبل الاكل. جعت يا سيد. توفيق ورانا شغل كتير، روح المطبخ شوف اي حاجه تصبر بيها. ايه ايه بقى دي؟ ايه دي؟ شبعت انا كده. توفيق انا مش فايقلك. انه بادي الاكل عليا، خلوا بس الحلوه تدور وتطلع فلوس وانا هعمل لكم المطبخ. ده انتوا اغلى الغوالي يا غاليين. كل اللي انا فيه ده حلمت بيه، بس عمري ما تخيلت انه ممكن يحصل. مالك؟ خايفه. عن جابر؟ انت ما تعرفوش، مش هيسيبنا. مش هيلاقينا، هنسافر. نسافر؟ وانا صغير شفت فيلم، شفت فيه بلد حلوه قوي، ميتها صافيه وعلى شطها نخل، نسوانها بترقص. هوديها لك، هتجوزك هناك. هنتجوز؟ هنتجوز وهجيب له التوفيق الاهبل ده، نخبط على بابك ونطلب ايدك. موافقه ولا ايه؟ خلص يلا. فلوس. سيد سيد يا غدا انت في ايه؟ طلع مش موجود. اشوف ايه ده يا اخي، وطي صوتك شويه. صباح الخير. صباح الخير. وفي ايه؟ بقول لك صلاح مش موجود. يا عم هو ده وقت الحب؟ بقول لك صلاح مش موجود والفلوس كمان مش موجوده. تمام تمام قوي. توفيق خلي بالك من شيرين. يلا عم. غالي النبي ما انت سابب يا غالي، كفايه عليا وجع ضميري طول الليل ولا رعشة رمش. قلت يا واد يا سقاط استنى كده اما الغالي يصحى ويتهنى بالفطور مش جيب صوتك على الصبح. احنا اغلى الغوالي في حي الزهور، الطريق الصحراوي، فيلا 15 استنزرينا بالاذن. Thank you.
وعشرين. برافو. ده انت كمان دلت يوم على مكان مكان الطباعة. اخر حد في الدنيا كنت ممكن اتصور انه يخوني ويسرقني هو انت. يا عمي انا اخلصي. توفيق. اضرب عشرين. اضربي يا بنت اخويا الله يرحمه، يا بنت عمري، ما هو مش غريبه على اللي خانت اللي رباها وسرقته انها تقتله. اضربي. كفايه بقى، اطلع بره ودي لو قعدت لحظه ثانيه هنا هموتك وهقتل نفسي. توفيق كلمني يا توفيق، حاسسني اطلب لك سيد، هتقول لك اللي صعب هتبقى كويس. حرام عليك اعمل حاجه، حرام عليك هيموت، حرام عليك. انت بتعمل كده ليه؟ انت اللي ليه عملت فيا كده؟ ادوكي ايه؟ ادوكي كام؟ ايه ده؟ الواد توفيق بيكلمني طول عمره بيرن لي، اكيد في مصيبه. الو علي اركن على جنب. عملوا معاك ايه عشان تعملي كده في ابوك اللي رباك؟ تعملي فيا كده ليه؟ حبوني. اول مره في حد بيحبني ويخاف عليا بجد. تليفونك فين؟ هاتيه هاتيه. في يا سيد. جمال عندي شنو توفيق في الفيلا. بقول لك يا سيد، الحكايه كبرت قوي وانا بصراحه ابتديت اخاف. احنا معانا الفلوس وما تزعلش مني يا صاحبي، احنا لازم نخلع. نخلع صح علي، نخلع. تعال امسك يا اختي، رد على روميو، افتح لي سبيكر. اوعي اوعي تمتحني اسود قلبي، لانك لو نطقت كلمه كده ولا كده هقتلك. وحياتك عندي هقتلك. يلا. الو شيرين، انا اسف جدا مش عارف اشرح لك ازاي، مش هقدر اجي. انا وعلي طالعين على المطار دلوقتي مسافرين، سلميني على توفيق. انا اسف. يلا علي. شرابي يا بيضه. ولسه هو انت شفت حاجة؟ غوري ابعت الرجال على المطار فورا، واحد على المطار الجديد والتاني على المطار القديم. ايه؟ ضيوف مين اللي جايين يا حمار؟ ده السيد أستك وعلي ملي هم اللي هيسافروا. يلا الحقوهم بسرعة. راح فين؟ هنزور. نزور فين؟ انت مجنون ولا يطلع على الفيلا؟ طب وجابر يا سيد؟ زمانه غار. يلا بسرعة علي. يلا توفيق. توفيق توفيق لازم يتنقل على المستشفى بسرعه. خلي معايا علي، متخافش متخافش. توفيق نزلني هنا يا سيد، نزلني هنا. خلاص انا بموت يا سيد. ولا هتموت ولا حاجه. عارف يا توفيق، لو في حد في دماغي يطلع عيني زيك كنت قلت لك اتكل على الله. انما مفيش يا توفيق. لما اموت يا سيد مش هتموت، مش هيحصل لك حاجه، مش هوصيك على امي واخويا. يا سيد كان نفسي احجج امي. ممكن امي تحج بفلوس مسروقة.
يا ابو سيد، في رقبتك بردك ولا انافسن كده زي الغالي؟ وانت يا علي انت طيب قوي، بالرغم من العدسات اللي انت لابسها لنا. دز ايه قشطه. بصراحه انا